السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض ثالث دروسنا، وهو موقع مصر بالنسبة للعالم. مصر بتقع في قارة أفريقيا. طيب يعني إيه قارة؟ القارة هي مساحة واسعة من اليابس، يعني من الأرض، بتضم عدد من الدول بداخلها، يعني مساحة واسعة، مساحة كبيرة جدا من الأرض ومتقسمة لعدد من الدول. قارات العالم عندي 7 قارات بيتقسموا لنوعين. النوع الأول قارات العالم القديم، وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا، واتسمت بقارات العالم القديم عشان سكنها الإنسان منذ القدم. النوع الثاني هي قارات العالم الجديد، واتسمت بالاسم دوت علشان الإنسان اكتشفها حديثا، وعددها 4 قارات: أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، وأنتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية. بعد كده عندي مصطلح تاني، هو المحيط. يعني ايه محيط؟ المحيط هي مساحة واسعة من الماء المالح، بتكون اكبر من البحر واعمق، يعني مساحة واسعة من الماء المالح بتكون اكبر من البحر. المحيطات عندي في العالم 5 محيطات: المحيط الهادي، والمحيط الاطلنطي، والمحيط الهندي، والمحيط القطبي الشمالي، والمحيط القطبي الجنوبي. دلوقتي هنتعرف على موقع مصر بالنسبة لقارة أفريقيا. احنا قلنا ان مصر بتقع في قارة أفريقيا، لكن موجودة فين بالظبط؟ موجودة في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا، وبيطل على بحرين من أهم بحار العالم، هما البحر المتوسط في شمال مصر والبحر الأحمر في شرق مصر. ايه أهمية موقع مصر؟ موقع مصر مهم لأنه بيتوسط قارات العالم القديم، آسيا وأفريقيا وأوروبا. تاني حاجة، مصر هي الدولة الوحيدة اللي بيلتقي فيها قارة أفريقيا وقارة آسيا، وقريبة كمان من قارة أوروبا، وبتعد مصر قلب الوطن العربي، فبيتجمع فيها كل الدول العربية الموجودة في قارة آسيا وقارة أفريقيا. أشاد الكثير من العلماء والجغرافيين، ومنهم الجغرافي جمال حمدان، بأهمية موقع مصر وتوسطها لقارات العالم القديم وآثاره على الاقتصاد المصري. ودلوقتي هنتكلم على مراحل تطوير خط سير التجارة في العالم وتأثير موقع مصر عليه. بس في الأول عايزين نعرف أهمية نهر النيل. نهر النيل يعتبر من العوامل الأساسية في تأسيس الحضارة المصرية القديمة، فعلم المصري القديم حرفة الزراعة، وزي ما احنا عارفين انه بيربط مصر من الجنوب للشمال. قديما او زمان قبل قناة السويس او قبل حفر قناة السويس، الناس كانت بتعدي ازاي من اوروبا لاسيا او العكس؟ كان البضائع بتيجي من اسيا مثلا وبتوصل للبحر الاحمر لحد ما توصل لمدينة السويس، بعد كده بيتم نقلها برا يعني عن طريق عربيات لحد نهر النيل، وبيتم الابحار مرة تانية من نهر النيل للبحر المتوسط، وبعد كده بتكمل طريقها لاوروبا. والقوافل او التجارة اللي جاية من اوروبا لاسيا كانت بتاخد نفس الطريق، بس بالعكس الطريق ده كان بياخد مجهود وقت كبير جدا، ولكن كان بيكون افضل من طريق رأس الرجاء الصالح. طريق رأس الرجاء الصالح ده اللي هو الخط الاحمر اللي احنا شايفينه ده، كان بيلف حوالين افريقيا. اللي كان عايز يروح من اسيا لاوروبا او من اوروبا لاسيا كان لازم يلف حوالين قارة افريقيا. طبعا الطريق ده كان بياخد وقت كبير جدا جدا. اما حديثا تم حفر قناة السويس والعمل فيها او العمل بالملاحة فيها سنة 1869، وزي ما قلنا ساهمت بشكل كبير جدا في الاقتصاد العالمي، وقللت من مدة الابحار بين اسيا واوروبا، وفرت الكثير من الجهد والوقت والمال. بعد كده سنة 2015 حفرنا قناة جديدة اللي هي قناة السويس الجديدة سنة 2015، وساعدت على تقليل زمن مرور السفينة في القناة من 20 ساعة ل 11 ساعة، واستوعبت عدد أكبر من السفن بأحجام وحمولات أكبر، والسماح بمرور السفن في الاتجاهين.